تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام عبر إذاعة نور دبي وبالشراكة مع مستشفى الزهراء. صباح الخير محمود. صباحك الله بالنور أخوي فيصل، وصباح الخير على جميع المستمعين. أرقام التواصل معنا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. طبعا مستمعين هذا البرنامج منكم وإليكم، نفتح في هذا البرنامج الأبواب والنوافذ لاستقبال آرائكم ملاحظاتكم اقتراحاتكم وكل ما يتعلق بالخدمات التي تقدمها هيئة الصحة في دبي، أيضا القطاع الصحي في إمارة دبي وفي دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. اليوم عندنا مجموعة من الأخبار، لكن قبل نروح على الأخبار فيصل خلني أذكر بمهلة التأمين التي يجب أن يقوم الأفراد بتأمين المخدومين عندهم، بتنتهي تاريخ 31/12/2016 1/1 في مخالفات اللي ما بيأمن الناس اللي عنده. هذه الفترة كان مفروض أن هم مددوها لنهاية السنة بس على أساس تصحيح الأوضاع، لكن يا جماعة الخير بعد هذا التاريخ بتكون هنالك غرامات ومخالفات. أعتقد أن يعني اللي ينظر الموضوع بشكل عملي، أعتقد أن التأمين واجب على كل إنسان يكون عنده تأمين. لا تعتقد هذا لا، يعني بلا شك أن الموضوع يسمونه، خلى هذا الموضوع نتكلم فيه في الحلقة. نحن وعدنا المستمعين البارحة أن دكتورة حنان سويدي بتكون معنا في الحلقة إن شاء الله، وبناخذ ومنعطي في موضوع التأمين. صح أننا نتكلم عن البرامج الحكومية، ولكن هذا ما يمنع أن ممكن نتطرق للبرامج الأخرى. طيب شو عندنا أخبار اليوم؟ والله محمود الحين تم الإعلان عن أن هيئة الصحة بدبي إن شاء الله بتنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري يوم 18/11/2016، وأيضا يعني معرض همز مي أيضا مستمر إلى يوم غد إن شاء الله بيكون في أبوظبي. من أهم الأخبار طبعا اللي تونا تكلمنا عنها هي هيئة الصحة دبي تنظم مسيرة للتوعية بمرض السكري. تنظم هيئة الصحة بدبي في 18 من شهر نوفمبر الجاري بالتعاون مع مجموعة لندمارك وجمعية الإمارات للسكري مسيرة صحية بحديقة زعبيل تحت شعار حارب السكري، يهدف إلى رفع الوعي والتثقيف الصحي بمرض السكري وكيفية الوقاية والتعايش مع المرض. طبعا الدكتورة فتحية العوضي استشاري الغدد الصماء بمستشفى دبي ورئيسة لجنة السكري أكدت على أهمية هذه الفعالية التي يتوقع أن يشارك بها محمود 16,000 من مختلف أفراد المجتمع، مشيرة إلى أن باب التسجيل مفتوح للجميع. وين يسجلون فيصل؟ في موقع عبر موقع www.beatsdiabetes.me، يعني beatsdiabetes.me. yeah, نعم اوكي. الموقع هذا ايضا اذا قدرنا نحصل ارقام تواصل معاهم بعد بتكون ان شاء الله. نحن من نستمر نعلن عن الحمله هذه ان شاء الله خلال الايام القادمه، وبناخذ بنجيب تفاصيل اكثر ان شاء الله. ليش ضروسك صفر؟ لاني ما اكل تفاح واناناس وجزر. حسب الدراسه اللي الدراسه شو تقول؟ تقول الى جانب العنايه المنتظمه بالاسنان ووسائل التبييض المختلفه يمكن ايضا الحفاظ على صحه وجمال الاسنان من خلال تناول بعض الفواكه والخضروات كالتفاح والاناناس والجزر، حيث انها تحتوي على مواد
فعالة تحارب التصبغات اللونية الناجمة عن التدخين أو احتساء الكافيين من ناحية، وتقوي مينا الأسنان من ناحية أخرى. طبعا أنت ما شاء الله تبارك الرحمن بريج قهوة يمشي على الأرض. والله يعني ما دل دل كذا تعودنا محمود، تعودنا. مشكلة القهوة شيء جميل، شيء جميل. الواحد صعب اني خلني بس اسلم على راشد الخرجي وعمر صبح عليه بالخير في الاستوديو، جزاه الله خير. وايضا مستمعين خلينا نكمل الخبر. حسب دراسات طبية فإن حمض الفاكهة الطبيعي يحارب البقع الصفراء التي تشوه المظهر الجمالي للأسنان، ويحتوي الأناناس على إنزيم البروميلين الذي يعمل على إزالة طبقة الإبلاك المتراكمة على الأسنان. أما الجزر فيزخر بفيتامين A الذي يعمل على تقوية مينا الأسنان ويرفع درجة مقاومتها للمواد ضارة. يعني تعرف عصير كوكتيل شيء تفاح أناناس وجزر وضروسك ولا أروع. أعتقد حتى في يعني يوم تأكل نفسه يعني التفاحة مثلا أيضا تنظف الطبقة الخارجية. أنا ما أعرف، يمكن نحتاج أن نشوف الدكتور أسنان صراحة يوم هو يمكن يخبرنا عن هالموضوع. مزيد. بس محمود في شيء إشكالية أخرى. نحن سمعنا أن الإدمان ممكن عن بعض يعني الأشياء اللي تسبب الإدمان، ولكن توقع أن الأكل شو يعني؟ ما أبغى نتكلم عن الأشياء هذه، بس أنا أقول لك في أطعمة مخدرات معجنات يعني ممكن حتى أدوية حتى وحتى مخدرات تسبب الإدمان. الواحد يعتمد عليه على هذه. أنت تعرف أن ضرر إدمان الطعام، هذا الموضوع نتكلم عنه، يعني يوازي ضرر إدمان المخدرات والأدوية وغيرها. أنت تشوف الأوزان اللي موجودة عندنا، يوم تسأل يقولك والله أنا ما أقدر إلا لازم أشرب لي مثلا كابتشينو مع كريمة وكذا، فلازم مثلا كذا. زين، هذا الكابتشينو اللي عدالي الحين. جامعة ميشيغان الأمريكية قامت بدراسة الأطعمة التي يصبح تناولها شكل من أشكال الإدمان التي ترتبط مباشرة بمراكز المكافأة في الدماغ. يوصف هذا الإدمان بأنه حالة فقدان السيطرة على الاستهلاك وعدم القدرة على خفض الرغبة في القيام بذلك. وتمكنت هذه الدراسة من تحديد الأطعمة المسببة للإدمان بالاعتماد على عدة تجارب شارك فيها 504 أشخاص. طبعا طلب الباحثين من المشاركين في الدراسة الإجابة عن أسئلة بشأن المشاكل التي يواجهونها مع أنواع محددة من الطعام، كتناول كميات أكثر منها أو عدم القدرة على التوقف عن تناولها. كما طلب منهم تقييم تلك الأطعمة وفق مقياس محدد ما بين 1 إلى 7 علامات. تضمنت الدراسة 35 نوع من الأطعمة التي تحتوي مستويات عالية من الدهون والسكريات والتي ترتبط أكثر من غيرها بسلوكيات إدمان تناولها. طبعا تصدرت البيتزا قائمة الأطعمة المسببة للإدمان. بعدين شو تتوقع؟ الشوكولاتة. أنا بالعكس، أنا أتوقع أن الشوكولاتة مفروض تكون هي الأولى. لا، عند الأمريكان البيتزا، بعدين الشوكولات، بعدين رقائق البطاطا الشيبس، أي صحيح، ثم الكوكيز، بعدين المثلجات، البطاطا المقلية. يمكن على أنهم عاداتهم الغذائية تختلف شوية عندنا. هم ما شاء الله يعني تريقون لحم ما شاء الله. يليها البرجر، فالحلوى، وأخيرا الجبنة. إذن الدراسة أشارت إلى أن الأطعمة 10 الأولى بالقائمة تتضمن جميعها نسبا عالية من الدهون والكربوهيدرات. ذكرتني صدق مرة داخلين مطعم عراقي فعلى الريوق، قلنا له يبلنا كروسون وهذا، قال طالعنا كذا، قال عيني أكل حريم ما في، طلعوا برا أكل حريم. هم ما شاء الله لحم من البداية، باكر وكراعين الصبح، إيه ما عندهم شو اسمه 1 2. نحن أعتقد لازم نطلع فاصل، ها فيصل؟ طبعا إن شاء الله أعزائي المستمعين، إن شاء الله فاصل ونعود البرنامج إن شاء الله، ونتمنى لكم صحة وسعادة. تو الناس على الصحة وسعادة. آخر الحلقة هذه؟ لا، بعدنا حين بنسويها على طول. هي بعد كل فاصل إن شاء الله أعزائي المستمعين، فاصل ونواصل، ونتمنى لكم صحة وسعادة. صحة وسعادة. تحط
طيب. أسعد الله وقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، حياكم الله. طبعا الحين عندنا نحن في الاستوديو دكتورة عهد شاهين، استشاري طب أسرة ومدير مركز الصفا الصحي. المشكلة وين يا جماعة الخير؟ في الفاصل الأخ فيصل قاعد يعطي نصايح طبية حق الدكتورة عهد شاهين، وطبعا دخلنا عليه نحن ما خلينا يكمل. محمود خلي بقول لك الحين. لا تقول لي اخوي. لا انا ما قلت لها شو تسوي، انا قلت لها في اسيا شو يسوون؟ يبون ماي ويقطرون فيه فكس. زين هم يسوون كذا، نحن يعني انا ما اتكلم عن ممارسات انا انصح فيها، انا قلت ان هم يسوون كذا. هم يسوون طيب دكتور قبل لا نبتدي الحوار معاك، اول شيء صبحت الله بالخير وحياك الله معانا. طبعا دكتور عهد شاهين استشاري طب الاسره ومدير مركز الصفا الصحي. قبل لا نبدا الحوار خلينا ناخذ هذه المداخله، ما اعرف عن شو، لكن خل نسمع من ابو محمد. ابو محمد كيف حالك؟ الحمد لله تمام. صباحكم بالنور، تفضل يا سيدي. يعطيك العافية. يعافيك. طبعا انت تكلمت في الحلقة عن موضوع التأمين الصحي. ايه جايين على التأمين في البيوت. نعم، وهذا شيء طيب له، لكن بحكم ان احنا الان موجودين في الدوامات يمكن ما نلحق نسمع كل اللقاء، لكن دائما عندي يعني التواصل مع من وما ندري. ما دام انك انت ابو محمد دخلت في الموضوع هذا، انا يعني بعد بقدم الدكتوره حنان السويدي مدير برامج التامين الصحي الحكومي اللي هي عنايه وسعاده. دكتوره صبحت الله بالخير، عاد سامحينا نحن كان المفروض ناخذ عقب الفاصل، لكن عشان ابو محمد شويه دخل معانا في هذا، فشو سؤالك ابو محمد؟ سؤالي بالنسبة للتأمين، نتواصل مع مثلا جهة معينة عشان نعرف الشركات التأمين المعتمدة اللي ممكن نأمن عندهم. مثلا الأسعار بنعرفها من كل شركة التأمين، لكن مضمون التأمين تفاصيله بالنسبة لفئات المساعدة، كم المبلغ اللي مثلا احنا راح ندفعه 10% 20%. أنا حاولت والله أتواصل ثم مرة، الإجابة ما توصل لي باللي أبغي، يعني توصل لي والله للحين ما في شيء. حاولت ادخل في التدور على موضوع التامين، ما في شيء. اعتقد صعبه شوي ابو محمد، لان يعني كل شيء واضح. طيب خلاص، انا دورت عليه ما حصلت. زين الحين بتجاوبك الدكتوره. شكرا يا ابو محمد. طيب يعطيكم العافيه. يا هلا، تفضل يا دكتوره. سامحينا دكتوره عهد. سامحينا. السلام عليكم. بس نصبح على استاذ محمد ونقول يعني اليوم في عندنا عده طرق للحصول على المعلومات، واحدثها كانت رساله وصلتنا قبل كم من يوم، من هي مبادره يعني من دار الاقتصادية مع بعض شركات التامين. صحيح. الويب سايت ممكن يدخل عليه الحين ويشوفه، هو www.ded-insurance.com ded-insurance.com. وهذا الموقع صراحة في عرض عن الباقات التأمين اللي موجودة اللي ممكن واحد يشتريها حق جميل. العمالة. أنا بقرأ الرسالة اللي تكلمتي عنها. تفضل. الرسالة تقول: التأمين الصحي متوفر في فرعي دائرة التنمية الاقتصادية، تسهيل الطوار والبرشمول بدءا من 555 درهم للفرد سنويا. لمزيد من الاستفسارات يرجى التواصل على بريد إلكتروني، وحاطين البريد هم، أو التواصل عبر الرقم 800 800 5 800 800 5 5 5 من الأحد إلى الخميس من 8 إلى 5 مساء. هي ولو دخل على الموقع بيلاقي كل المعلومات اللي هو ذكرها، اللي هي جدول المنافع بوليصة التأمين، شو التغطية اللي حصل عليها، كم نسبة المشاركات، شو هي المستشفيات المشاركة في الشبكة، وإن شاء الله بيلاقي كل ال. زين الحين أنت عرفت أنا ليش قلت لك لا تجمع الدكتورتين في حلقة واحدة، عرفت؟ فخلونا نرجع نتكلم على مركز الصف. زين مستمعينا، اي مداخلات اي شغلات ما ناخذها بعد الفاصل مع الدكتوره حنان. عاد سامحينا دكتوره، لكن ما نعوضك عن الوقت هذا اللي طاف. تفضلي دكتوره. اول شيء يعني نحن موجودين هنا في نبغي نتعرف اكثر على مركز الصفا. انا واحد من الناس يمكن معلوماتي بسيطه عن مركز الصفا، لان زياراتي قليله جدا لهذا المركز، واعرف انه هو احدى المركز الجلديه، صح ولا بعيد؟ ونفس المكان، مركز الجلديه كمبنى في نفس الاريا، بس نحن منفصلين. منفصلين ان شاء الله، مو منفصلين. ان شاء الله نحن نكمل بعض. ان شاء الله. شو الخدمات والعيادات التابعه لهذا المركز دكتوره؟
مركز الصفا الصحي هو واحد من 12 مركز متوفر الحين في قطاع خدمات الرعاية الصحية الأولية في هيئة صحة دبي. مركز الصفا يقدم خدمات اللي هي عيادات طب الأسرة، هاي من العيادات اللي موجودة، اللي هي موجودة صبح ومساء طوال أيام الأسبوع. العيادات الثانية والخدمات اللي نقدمها هي خدمات صحة الطفل، عندنا صحة المرأة، عيادات الحوامل، عيادة العظام، عندنا عيادات الأنف وأذن وحنجرة، عيادة العيون، عندنا أيضا عيادة لكبار السن، وأيضا عندنا عيادات التثقيف الصحي والتغذية، هاي من العيادات. طيب دكتورة، أنتوا الحين تغطون منطقة أتوقع أن كبيرة في هذا، لو تحددين المنطقة اللي أنتوا تخدمونها. المناطق اللي تابعة اللي نحن نخدمها كمركز الصفا هم جميرة الأولى والثانية والثالثة، الصفا الأولى والثانية، نخلة جميرة والمرسى، هاي المناطق اللي تابعة المركز الصفا. عقب ما صكوا مركز المزقيم اللي كانوا يراجعون المزقيم يرجعون لكم ولا يروحون البرشة؟ البرشة، مركز البرشة. كان يبتوم عندكم أجرب دكتورة؟ الطاقة الاستيعابية البرشة أكبر، فعشان كذي صار الموضوع. ممتاز. زين الحين كم عدد المرضى أو المراجعين في اليوم دكتورة؟ في اليوم يتراوح من 200 ل 250 مراجع على الفترتين الصباحية والمسائية، بس كإجمالي عدد المرضى في السنة يوصل حوالي 65 ألف عندنا، وإحنا نغطي كل هالمناطق تقريبا 100 ألف من السكان اللي موجودين في هذه المناطق كلها. جميل. دكتورة دوامكم من الساعة كم للساعة كم؟ احنا طول الأسبوع من السبت للخميس، من الأحد بس الجمعة مسكرين، بس من الأحد للخميس من 7:30 الصبح لين 9:30 المساء، والسبت من الساعة 8 الصبح لين 1 الظهر، وباقي الأيام أو بعد أوقات الدوام ممكن يتوجهون لمركز البرشة للعلاج، يعني الحالات اللي تكون مستعجلة، بس الحالات اللي جدا طارئة وها ننصح أنهم يروحون الطوارئ في المستشفيات. زين دكتور، الحين لو في مثلا أنا محتاج إلى فحص معين ما متوفر عندكم أنتم، هل لازم أرجع تحولوني للمستشفى أو ممكن في هناك علاقة بينكم وبين المراكز الأخرى؟ في علاقة بيننا وبين المراكز، في بعض الفحوصات اللي موجودة مثلا على سبيل المثال عندنا الماموغرام لفحص الثدي، هذا موجود في مركز البرشة، صح ما موجود لأن الطاقة ما تستوعب في مركز صفا، فنحن نحول أسهل ويكون سرعة للمريض أنه يتحول على مركز البرشة الصحي. بس في أيضا فحوصات أخرى مثلا إذا مو متوفرة من خلال المراكز الصحية ممكن يتوجه للمستشفى. زي حين أنا لو أنتوا عندكم نظام المواعيد ولا الوك إن، أو يعني الواحد يدخل على طول مباشرة لعيادات طب الأسرة؟ الوك إن هي يدخل على طول، لكن العيادات التخصصية اللي أنا ذكرتها تكون بالمواعيد. أذكرهم بالعيادة التخصصية مرة ثانية دكتورة. عندنا اللي هم عيادة العظام، العيون، أنف وأذن وحنجرة، الكبار السن، صحة الطفل، صحة المرأة والحوامل. يقولون أن المركز صديق لكبار السن وللأطفال كذلك. المركز حاليا هو في طور الإعداد لأنه يكون مركز صديق للطفل وكبار السن، إن شاء الله على أول 2017 نكون صديق للطفل. شو بتسوون يعني؟ احنا ماشيين في تكون معايير معينة ان من ناحية رامة المركز، من ناحية الكادر الطبي، من ناحية حتى المرضى وعيهم لهذا انه يكون صديق للطفل او كبار السن، حتى نشركهم في هذا البرنامج نكون في الحين في طور الاعداد نكون صديق للطفل وصديق لكبار السن. فمن نخلص المعايير مثل اماكن للالعاب، اماكن ما بس الالعاب، يعني من كل النواحي، يعني مثلا لكبار السن خلنا نقول يعني حتى وصوله للمركز يكون بسهولة، دخوله للمركز دخول، في منهم يكونون يعني على الويلتشير أو يكونون صحيح على السرير يعني ما يقدرون يوصلون، هاي الأشياء اللي تكون المركز مهيئ لأنهم يدخلونه، هذا كسلامة المبنى. من ناحية الأخرى هي الكادر الطبي كله الموجود لازم يكون أيضا مهيئ على هذه المعايير، كيف يقدر يستقبلهم، يتعامل معاهم، كيف يوصلهم الخدمة بسلامة، فهاي هي إن كيف نكون نحن صديق للكبار السن أو الأطفال. زين دكتورة، نحن نعرف أن الهيئة فازت وعندها شهادات كثير في موضوع الجودة وكذا. نعم. مركز الصفا حاصل على شيء من هذه المراكز؟ الحمد لله، نحن كنا من ضمن العشر مراكز اللي حصلنا على جائزة الاعتماد الدولي للجي سي اي في شهر 5، ونعتبر أكبر شبكة عالمية حصلت على الجي سي اي،
وحين في شهر أكتوبر بعد الحمد لله حصلنا على 6 شهادات للآيزو. محمود أنا أتذكر أنت تقول هذه اليوميون المكاني يعني يدققون على كل شيء. كل شيء الحين بتشوف نحن داشين حتى كإدارات الهيئة داشين في هذه المنظومة. بتشوف اليوم كان عندنا مثل الإخلاء الوهمي وبعض التمرينات اللي على هاي من الأشياء المطلوبة في المعايير. الخطط والتوسعات المستقبلية عندكم دكتورة؟ الخطط والتوسعات نحن نسويها بشكل مستمر سنويا ونص سنوي. نحط الخطة اللازمة بناء على استراتيجية، بناء على إحصائيات، بناء أصلا حتى على اقتراحات المرضى اللي يكونون موجودين عندنا. ندرس هاي الاقتراحات وبناء عليها نعمل التوسعات. عندنا إن شاء الله على 2017 خطط أن نوسع في المركز من حيث غرف العلاج، وعندنا أيضا خطط في إضافة بعض العيادات اللي يصير عليها زحمة أو شفنا عليها مواعيد طولت فنضيف هاي العيادة. دكتورة عندكم شواغر؟ شواغر وظيفية حق طبيب؟ طبيب أنا ما يخصني يا محمود، أنا قلت معلومة وبس يعني مرة ثانية ما بتكلم خلاص. بيعالج شو رأيك في شو اسمه الوصفة اللي عطاتي إياها؟ بنجربها. عموما دكتورة عهد شاهين ما أدري عندك كلمة أخيرة تبغين توجهينا قبل أن ننهي اللقاء؟ نقول المرضى احنا موجودين لهم وخدمتهم وصحتهم وسعادتهم، في أي وقت احنا موجودين كإدارة في المركز ممكن تواصلون معنا. عندك الأرقام التواصل دكتورة إذا تحضرت أرقام التواصل؟ الرقم المركز نفسه هو 04-502-140-0001. هذا وايد طويل، مرة ثانية دكتورة 04-502-540-01 1-4-0-0-1. طيب شاكرين لك الدكتورة عهد شاهين استشاري طب الأسرة ومدير مركز الصفا. إن شاء الله بتكون نحن لنا لقاءات قادمة نتكلم شوية في التخصص الطبي أكثر من المسائل الإدارية في مركز الصفا، شو رأيك؟ إن شاء الله يا رب. نحن شاكرين لك هذا التواجد ونطلع فاصل. يا مرحبا، إن شاء الله بإذن الله. أبدا أنت بتطلع الفاصل ولا نطلع؟ لازم، أنت اسمك فيصل فلازم تطلع فاصل. أعزائنا المستمعين فاصل ونرجع لكم إن شاء الله. صحة وسعادة. أعزائنا المستمعين أسعد الله صباحكم بكل خير. طبعا قبل الفاصل كانت معانا الدكتورة عهد شاهين استشاري طب الأسرة ومدير مركز الصفا الصحي بهيئة الصحة بدبي. والآن عندنا الدكتورة حنان السويدي مدير برامج التأمين الصحي الحكومي. طبعا هي قبل الفاصل كانت معانا بعد أدري، بس أساساً اللي التحقوا أن يعني واقف لك أنا اليوم أي شيء واقف لك هني في النص. حياك الله معانا مرة ثانية دكتورة. دوم معك. أرقام التواصل معانا 600-55-1414 أو عن طريق الرسائل النصية على 4006. دكتورة يمكن اليوم نحن عندنا محاور ما نتكلم عنها، لكن كذلك ما نفتح المجال للجمهور اللي حاب يستفسر واللي حاب يعرف، خاصة أن يعني المهلة اللي كانوا حاطينها حق التأمين كذلك يعني قربت على النهاية ما باقي شيء. في سؤال يقول التأمين الصحي الإجباري فقط للفئات المساعدة أم للأبناء أيضا؟ ناصر عجيب. أي حد عنده إقامة صادرة من إمارة دبي فلازم أنه يتغطى بالتأمين الصحي. أي حد موجود في إمارة دبي يجب. نعم. إيه بس دكتورة أتوقع أنه كان أصلا كان الموعد المهلة قبل أتوقع كان شهر 6. كان في مهلة سابقة يعني أن يكون التأمين ينتهي على نهاية شهر 6، ولكن مددنا عشان جميع المجتمع يعني يلحق يتغطى قبل ما يكون في أي تنفيذ الغرامات والمخالفات. في تجاوب من الناس على الموضوع؟ نعم في تجاوب كبير، وحين مو بس تجاوب من الناس حتى من السوق التأمين الصحي. مثل ما ذكرنا قبل الفاصل في مبادرة، هاي مبادرة خاصة من دارة التنمية الاقتصادية مع شركات خاصة لتسهيل الحصول على هاي الباقات للناس، لأن دائما أي حد أنت بتصير عند أي حد بيقولك زين من وين أحصل المعلومة. طبعا نحن عندنا موقع إلكتروني خاص بالمنظومة التأمين الصحية في إمارة دبي اللي هي إسعاد www.isahd.ae، وفيها كل المعلومات اللي نشرت سواء كان للمجتمع أو للشركات، فيها كل المعلومات اللي الواحد يعني يبغى يتعرف عليها.
لكن نحن بعد نحث القطاع الخاص والجهود الأخرى أنهم يعني يسهلون على الناس الحصول على الخدمات. جميل جدا. طيب أرقام التواصل معنا 600-551-414 أو عن طريق الرسالة النصية 4006. البارحة وايد أسئلة كانت على التأمين، هذه الدكتورة موجودة يا جماعة الخير، اللي عنده أي سؤال ممكن أن يتواصل معنا. دكتورة، ما نتكلم يعني بشكل عام بشكل تعريفي عن نظام التأمين الجديد هذا، وبخص الذكر الأنظمة الحكومية هذه اللي أو التأمين الصحي الحكومي. نحن نتكلم عن سعادة وعن عناية هنا. شو أبرز الأشياء اللي ممكن نحن نركز عليها في الحديث عن هذه المنظومة؟ نحن بنتكلم عن المنظومة بشكل عام. نحن اليوم نغطي أكثر عن 85% من المجتمع حاصل على تغطية تأمين الصحي، يعني وصلنا تقريبا 3.4 مليون فرد موجود في إمارة دبي. بس عفوا كم دكتورة مرة ثانية؟ 3.4 مليون فرد حاصل على وطبعا نحن نتوقع الأرقام هاي تزيد لنهاية السنة بإذن الله. عندنا الحكومة تغطي أو توفر برنامجين للموظفين، اللي هو برنامج عناية، وبرنامج آخر للمواطنين الغير حاصلين على تغطية تأمينية من أي جهة حكومية ثانية، اللي هو سعادة. طبعا البرنامجين متشابهين في جدول المنافع اللي يحصلون عليها الناس. كان في أسئلة دائما دكتورة تينا أن يعني شو ناخذ، نتم عناية ولا ناخذ سعادة؟ طبعا هو شيء وايد مهم، احنا دائما ننصح الناس فيه انك تسأل وتعرف شو الفرق من بينهم. يعني جدول المنافع لبرنامج سعادة موحد لجميع المواطنين. التغطية، سقف التغطية هو 500,000 درهم سنويا، نسبة المشاركة ثابتة 10% لكل الخدمات بما فيها الأدوية وإقامة داخل المستشفى. أما برنامج عناية يعتمد على الدرجة الوظيفية، فالمنافع وحدة لكن شبكة مقدمي الخدمة تختلف باختلاف الدرجة الوظيفية. الفرق الكبير بين برنامج عناية وبرنامج سعادة أن في برنامج عناية تحصل على سقف أعلى للتغطية على حسب الدرجة، وتحصل على تغطية للحالات الطارئة خارج الدولة إذا كنت في مهمة رسمية أو ما شابه ذلك، وتحصل على تغطية اللي النظارات الطبية، وهذا شيء مش متوفر حاليا في برنامج سعادة. جميل. يعني في 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 سعادة ممكن أن بعض الملاحظات اللي يدكم دكتورة حول التغطية، تغطية العيادات أو كذا، في منظومة أنتوا أو في آلية عمل أنتوا تسوونها في 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 اختيار العيادات، اختيار المواضيع، وأيضا كان عندكم بعد كذلك في جايتكس شفنا نظام جميل جدا عرضتوه لتقييم مزودي الخدمات. صحيح، هاي من الأشياء اللي إحنا يعني استحدثناها ولأول مرة في دولة الإمارات في برنامج تأمين يقدم يعني خيارات أنك أنت ممكن بعد حصولك على الخدمة سواء كان في مستشفى أو عيادة أو صيدلية ممكن تعطينا رايك إذا كنت راضي أو غير راضي وشو أسباب عدم الرضا بعد. وهذا بإذن الله بيكون موجود الأسبوع القادم عن طريق تطبيق سعادة. بيتواصلون الشركة مع جميع المؤمنين في برنامج سعادة ونخبرهم عن أن التطبيق هذا جاهز وممكن يسجلون فيه ويستخدمون الخدمات اللي فيه، اللي منها معرفتهم عن استهلاكهم للمطالبات. من الشكاوي اللي دائما توصلنا هو تأخر في توفير الموافقة مثلا العملية للإقامة للخروج وإلى آخره. فعن طريق التطبيق هذا ممكن الشخص يتعرف على يعني الموافقة هذه وصلت ولا لا، لأن أحيانا نحن بعد ما نراجع الأسباب الشكاوي نكتشف أن المستشفيات ما يطرشون أصلا الموافقة للشركة، فيصير في سوء فهم أو عدم رضا من قبل الناس. جميل. بس دكتورة نوضح لهم الابليكيشن بتكون فيه بس مسألة التقييم هذه، لأن كيف راح يتم عملية التقييم وشو الإجراءات اللي بتتخذونها أنتوا على هذه المسألة؟ التقييم بيكون عبر الابليكيشن وبيكون كم المدة اللي ياخذها عشان الواحد يقيم؟ لا، مدة يعني سهلة بسيطة، هو نفس نظام اذا توت الاوبر، نحن نتبع نفس النظام. خمسة نجوم، اول نجمتين يعني اذا كان اختار نجمة او نجمتين فمعناته انه غير راضي. في يعطينا معلومات اضافية، وطبعا هاي
الريتنج هذا على طول بيوصل عندنا كشكوى ضد هذا المقدم الخدمة، فنحن بنبحث عن أسباب عدم رضا الناس ضد العيادة ولا ضد المستشفى، ونبحث كيف احنا نطور. في النهاية نحن نبقى نقدم أفضل الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص بالضبط. نحن ما نعمل بشكل يعني منفصل، زيادة الجودة هي نعم لازم. يعني نحن في البرامج الحكومية نتبع هو التريبل إيم، الأهداف الثلاثة، أن نوفر جودة صحية عالية للناس، الاكسبيرينس مال الاشخاص اللي يستخدمون العلاجات اللي هي تجربتهم ورضاهم للخدمات يكون عالي، والكفاءة المالية للخدمات اللي نحن نصرف عليها. جميل. ما ادري دكتورة، انا مرة كنت في صيدلية فاشوف ناس ينتظرون، يعني فاقول ان الصيدلية يعني الموجود الدواء بس ياخذ من الرف ويسلمه للمريض، فاعتقد ان هناك في تأخير من الموافقات. أنا ما أتكلم عن برنامجنا نحن كسعادة، نحن بنشرح لكم بنشرح لكم هي مو بس مثل ما تفضلت مو بس شيء له خاص بسعادة أو بعناية، هذا شيء خاص بالمنظومة التأمين كامل. نحن عندنا نظام إلكتروني لصرف الأدوية، وكل الأدوية اللي يعني تنصرف من أي مستشفى خاص تروح عبر البوابة هذه وتيجي الموافقات بشكل فوري للصيدليات عشان نتأكد أنه ما يكون في سوء استهلاك أو استخدام أو صرف غير يعني. فإذا ما كانت أحيانا الصيدلية تلتزم بالمعايير اللي نحن حاطينها صير في أحيانا تأخير، ودائما توصلنا هذه الشكاوي ونتابعها على طول. جميل. إذن أرقام التواصل معنا 600551414 أو عن طريق الرسالة النصية على 4006. دكتورة، آخر موعد للتأمين 31/12/2016. 1/1 شو بيستوي دكتورة؟ طبعا في عندنا نحن يعني قائمة مخالفات وغرامات خاصة بالضمان الصحي، وأحدها هو التأخير في عدم التزام توفير التغطية حق الأشخاص اللي محتاجين، والمخالفة هاي قيمتها 500 درهم لكل شهر تأخير. يعني نحن نتكلم عن باقات تبدأ قيمتها ب 555 في السنة كامل، وتوفر تغطية تأمينية جيدة، الحصول على الخدمات الطارئة، إقامة في المستشفيات، الأدوية، حتى في يعني خدمات وقائية أيضا من ضمن هذه الباقات. فلما نقارن المبلغ اللي يندفع لقصة التأمين يعني التأخير ما يذكر مقارنة بالمخالفة. 6000 يدفع إذا تأخر سنة، هي وانت تتخيل لو كان عندك اكثر من عامل او اكثر عن فرد في الاسره فتوصل مبالغ كبيره. رب العمل ملزم قانونا نعم. انه يوفر نعم. العلاج والان التامين التغطيه التامينيه يعني. يعني اذا ما عنده تامين هو لازم ايضا يعالج المستخدم. طبعا هو اذا ما صار عنده تغطيه تامينيه فهو ملزوم يدفع الاسعار اللي تفرضها عليه المستشفيات وهذا بشكل كامل، وهذا مكلف يعني. زين، ناخذ مداخله من ام خالد. ام خالد تفضلي. السلام عليكم. يا هلا. السلام ورحمه الله، يعطيكم العافيه. لو سمحت اسال الدكتوره سؤالين. تفضلي. السؤال الاول، اذا اللي عنده تامين عن طريق شركه يعني عن طريق الشغل اللي يشتغل، مثلا الزوج يشتغل في بنك ويانا تامين، الزامي انه ياخذ تامين ثاني غير يعني غير التامين اللي هو معاه، ومعانا بطاقه صحيه. اوكي، السؤال الثاني. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، اللي وياهم مراسيم الجواز سفر بدون خلاصة قيد، رح تشملهم سعادة أو لا؟ أوكي. طيب، حاضرين يا أم خالد. بالنسبة للسؤال الأول، طبعا رب العمل ملزوم أنه يوفر تغطية تأمينية للموظفين. ممكن بعض الشركات ممكن تقدم تغطية تأمينية للموظف وعائلته، لكن إذا ما وفرت لعائلته فلازم رب الأسرة هو ملزوم أنه يوفر لباقي أفراد الأسرة. جميل. وهذا السؤال تكرر عندي أكثر من مرة، أصحاب المراسيم هل راح تشملهم سعادة؟ حاليا نحن ما عندنا أي أخبار جديدة في هذا الموضوع، إذا في أي تغييرات إن شاء الله بنتواصل معاكم بإذن الله. طيب، يعني حاليا ما تشملهم؟ لا، ما تشملهم للأسف. طيب، في عنا مداخلة ثانية ولا ما في؟ طيب، زين، الآن أنا قررت أني أنا أمن حق موظفيني، إلى أين أتجه؟ طبعا مثل ما قلت لك، عندنا الموقع الإلكتروني في كل المعلومات. نحن عندنا باقة أساسية، وهاي الباقة الأساسية صممت لذوي الدخل المحدود اللي عندهم معاشاتهم أقل عن 4000 درهم، فيها تغطية، فيها سقف التغطية 150 ألف درهم سنوياً،
فيها اللي تغطية داخل إمارة دبي، الحالات الطارئة، إقامة في المستشفيات، الأدوية، باقات الحمل والولادة، تقدر تحصلها من قبل من خلال الشركات اللي هي عندها الترخيص لبيع هذه الباقات، وبتلاقيهم في الموقع بإذن الله. عندك فكرة كم دكتورة كم شركات؟ 9 شركات حاليا عندنا توفر، اللي توفر الباقات الأساسية. الأساسية. على طاري الشركات، في حد كاتب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولو سمحتوا بغينا أسماء الشركات التأمين. تحضرش دكتورة ولا؟ والله حاليا ما تحضرني. أنا تحضرني بس دقيقة خليني أطلعها إن شاء الله. بس اللي أذكرهم عندنا شركة راك إنشورنس، تكافل الإمارات، أورينت، أكسل خليج للتأمين، تكافل الإمارات، دار التكافل، أورينت للتأمين، راك للتأمين أو رأس الخيمة للتأمين، شركة ضمان للتأمين الصحي، شركة عمان للتأمين، هاي اسمها متلايف. نعم متلايف، والشركة الوطنية للتأمين. في عندنا مداخلات يا جماعة ولا؟ انزين طيب، انا اشوف لان اشوف الليت يضوي من الصبح، قلت يمكن في مداخلات عندنا. نحن ممكن نتكلم عن الخدمات الجديده اللي بنقدمها في برنامج سعاده. نحن في جايتكس اطلقنا، خلينا بس نقول لهم في فرق ما بين سعاده وسعاد. نعم. سعاده اللي هو اسم برنامج للمواطنين. نعم. إمارة دبي. نعم. سعاد هي اسم المنظومه ككل. جميل. ففي برنامج سعادة نحن أطلقنا التسجيل الذاتي لأول مرة في العالم، ممكن الشخص يسجل في البرنامج عن طريق الهوية، عن طريق أجهزة ذكية، وإن شاء الله بعد خلال الأسابيع القادمة بيلاقونها يعني في المراكز الصحية. جميل. هذا مستمع كلمنا قبل أعتقد في 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 نفس النطاق. ها هاشم كيف حالك؟ السلام عليكم. يا هلا، أنت كلمتني من يومين 3 أيام يمكن؟ كلمتك بخصوص اقتحام المنصة 30 ايه، ما شاء الله عليك. اليوم موضوعنا عن التأمين الصحي. التأمين الصحي، تفضل يا هاشم. نعم. طال عمرك بس عندي سؤال، هل التأمين يشمل جوازات مصادر أبوظبي؟ لأن احنا عندنا التأمين صحي اللي هي ثقة، بس دوامي في دبي ومولود في دبي وسكن في دبي، بس ما التأمين الثقة ما يشمل في عيادات اللي في دبي، يعني كل التأمين الثقة بس يشمل في أبو ظبي. هو عفواً، وين تشتغل أستاذ هاشم؟ أنا أشتغل في شرطة دبي. هي الشرطة يعني تقدم لك خدمات علاجية، وبإذن الله يعني ما يقصرون الجماعة أبدا يعني، وأهم شيء نحن عندنا أن رب العمل هو الملزوم بتقديم هذه التغطيات التأمينية. لكن بالنسبة للدكتورة هاشم طرح موضوع وايد مهم، شكرا لك هاشم. عندك سؤال ثاني؟ تسلم. لا لا بس هذا سؤالي اللي كان التأمين يشمل الجوازات صادر بوظبي أو لا. هني طرح هاشم موضوع وايد مهم دكتورة، موضوع أن الواحد ممكن أن يحمل أكثر من بطاقة تأمين، يعني ما أدري هل هذه مسألة يعني تنظرون لها بعين الاعتبار؟ طبعا نحن يعني دائما نوعي الناس أنه ما يصير في يكون ازدواجية في التغطية، سواء كانت داخل البرامج الحكومية والبرامج الحكومية الأخرى، يعني مثل بعض الشركات الهيئات الأخرى توفر تأمين صحي للموظفين، فدائما نحن نتابع وننسق مع الشركات الثانية. أعتقد في عندنا مداخلة ولا؟ في مداخلة معانا؟ انت رأي شوية، تفضل الدكتورة. وحتى نحن يعني مو بس ننسق مع داخليا في إمارة دبي، حتى ننسق مع برامج الحكومية الأخرى مثل الثقة وإلى آخره. طيب أنا يعني بس أنا عندي سؤال، أنا يمكن شيء خاص في هذا، أنا عندي تأمين خاص. نعم. زين، هل أقدر أحصل على سعادة؟ حاليا نعم، إذا أنت ما تحمل أي أنا ما عندي أي تأمين من حكومة دبي. نعم، إذا ما تحمل أي تغطية تأمينية من حكومة دبي فلك الحق أنك تسجل في برنامج سعادة. جميل، ناخذ إسماعيل تفضل. أنا مواطن جواز جنسي أحمد. زماعة إسماعيل، أنت وين موجود الحين؟ إسماعيل اهدى شوية بس، لأنه وايد حشرة عندك. وين موجود؟ في السيارة. رفع الجامات، رفع الجامات. يلا تفضل يا سيدي. زين، وقبل فترة أنا رمتي واستولى نزيف وطينا مستشفى وقالوا له لازم نستأجر عملية. منو بند المكيف إسماعيل؟ في هو يضرب في لحظة شوي، كل مكيف؟ إيه المكيف أظني. لا
ياباني عندك شكله. أمريكي. تفضل زين. عين أوكي. تفضلي وايد أحسن. زين وقالوا لي لا عشان استوالة نزيف هذا هذا منو اللي وديته المستشفى؟ مستشفى دبي. منو زوجته. منو؟ زوجته. زوجتي. إيه تفضل. قال لي لازم تحتاج عملية. أنا فترة الحين شيكنا عليها ما فيها قال شارين عنها بيت الضنا. وعاد الحين طالبوني مستشفى بالذات. الحين تعالوا يا جماعة أنت شلت بيت الضنا حرفة شلت فيها الحين أنا. حرمتك مواطنة؟ لا لا وافدة. وافدة. زين وما عندها تأمين؟ العملية. وما عندها تأمين؟ لا ما مسوي قبل تأمينات من زمان يا ولد الحلال. من إلى من كم سنة؟ طيب. هذا دكتور تقدرين تجاوبينه ولا نحاول على؟ بس كيف نقدر نساعد؟ شو السؤال؟ شو السؤال الحين؟ السؤال ليش فصلتوا يا جماعة الخير؟ أرجع أتصل فيه إذا عندنا وقت. أرجع أتصل فيه. في عندنا مداخلة ثانية؟ زين حولوري ورجع اتصل. انا اعتقد اسماعيل كان يتحدث اللي يقول الدكتور انه هل هنالك لي اذا واحد متزوج من وافده هل ممكن يطلع له تامين؟ طبعا اذا كزوجته اذا كان في برنامج سعاده احنا نغطي الزوجه الوافده. طيب في الدكتور احنا عندنا 4 دقائق 4 على السريع ما ناخذ المداخلات 3 مداخلات على السريع وما نجاوبهم على السريع. طبعا. اول مداخله من معانا تفضلي. تفضل. الو 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 ما ادري انقطع الخط شنو. الو انا اتصلتهم قالوا انا اتصل فيك. زين انت على الهواء الحين تفضل قل لي من معاي. الو يا هلا تفضل. الله يخليك اختصر لي لان الوقت قاعد يمشي بسرعه عندي. من معاي؟ انا هي محمد عبد القادر اهلي. تفضل محمد شو سؤالك؟ سؤالي ان احنا بطل شرطه دبي اي عندنا بطاقه خاصه حق افراد حق عيالنا وخدمنا أوكي. حق العلاج جزاهم الله خير ما يقصر شرطه دبي. نعم هل نحتاج بالاخراج البطاقه تامين حق الخدم؟ اوكي شكرا. نعم. شكرا واضح سؤالك محمد. أفضل. طيب في مداخله اللي بعدها على طول من معنا. تفضلي يا هلا. تفضلي معك يا ماما. لو سمحت أنا عندي سؤال. أنا مقيمة بدبي ومقيمة بالرياض ومعي تأمين طبي من الرياض بيغطي مشافي بعض مشافي الإمارات هي مشفى زليخة مشفى السعودي الألماني. هل أنا بحاجة أني ساوي تأمين جديد بدبي؟ واضح واضح. طيب. السؤال دكتورة ناخذ محمد عبد القادر على السريع كان يقول أهلي احنا نتعاون مع شرطة دبي وفعلا الجماعة ابدا ما مقصرين وبإذن الله ما بيكون في اي مشاكل في المستقبل من ناحية المخالفات. بس هو كخدم يجب عليه طبعا إن هو لازم يأمن الخدم اذا كانت الإقامة من نعم من دبي. نعم انزين يماما نعم هي تحتاج أنها تأخذ بوليصة تأمين صادرة من إمارة دبي لأن نحن عندنا قوانين ومعايير معينة نلزم فيها شركات التأمين بتوفيرها. فإذا صار يعني شركة خارج الدولة أحيانا ما نقدر يعني نلزمهم بال. جميل. صباح الخير أستاذ محمود. سؤال هل هناك رقابة من طرف برنامج سعادة على المستشفيات التي تبالغ في رسومها على بعض الفحوصات الغير ضرورية التي تطلب من المريض أو تطلب من المريض القيام بها لأننا لا نريد من الدولة أن تدفع لفحوصات غير ضرورية لحالة المريض وما هي آليات التدقيق؟ أبو عبد الله دكتور اختصري. نعم بالإجابة. أشكر طبعا أبو عبد الله وفي الكثير من أمثال أبو عبد الله اللي هم يخافون على مصلحة وموارد الحكومة ونحن دائما يعني نراجع الاستهلاك هذا بشكل أسبوعي ودائما عندنا يعني اجتماعات مع المستشفيات هذه ونعطيهم ننبههم على وفي قانون نعم نعم وفي مخالفات وكل شيء يعني فبالعكس ودائما يعني ملاحظات الأشخاص هاي احنا وايد ناخذها بعين الاعتبار لأنها جزء من عملية جميل التحسين. جميل. نحن الآليات وهذا ما نتكلم عنه الأسبوع القادم انتهى الوقت معانا. أبناء المواطنات تشملهم السعادة؟ حاليا لا. حاليا لا. مستقبلا ان شاء الله اتمنى ذلك ان شاء الله يا رب. عموما نحن يعني شاكرين لك هذا التواجد معنا دكتورة حنان سويدي مدير برامج التأمين الصحي الحكومي عناية وسعادة ونحن قلنا ان شاء الله لين نهاية السنة كل اسبوع ما نتكلم عن التأمين ويوميا ما نذكر باخر موعد زي لانتهاء هذه المهلة 31/12/2016 هو اخر موعد للتأمين وهذا لمصلحة الناس. اكيد اكيد. اذا الى هنا نكون قد وصلنا الى ختام حلقتنا اليوم على امل ان نلقاكم
معكم إن شاء الله في الغد مع مواضيع جديدة. ما أدري فيصل شو حاط لنا باكر إن شاء الله. باكر إن شاء الله. لا تسولف خلصنا ترى على السريع بس. باكر إن شاء الله حفلة حلقة خاصة عن يوم العلم إن شاء الله. حفلة. هي حفلة وطنية. عموما كل الشكر رئيس السبيل وأيضا كان معانا ناصر محمد سليم. ونلقاكم إن شاء الله في الغد. ما أدري بلاك محتشر رئيس شوفي الوقت زي إن شاء الله. يعني إيلس في الختام نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.